قتله، قتل من قتل وأجلى من أجلى منهم، أسس الدولة الإسلامية وأقام الجهاد في سبيل الله، انتصر في أول معركة له مع المشركين في بدر فهزم الجمع وولى الدبر، في أحد أصيب وقتل بعض أصحابه، تجمع المشركون والأحزاب حوله في الخندق فنصره الله عز وجل وأيده، فتح الله عليه في الحديبية فتحا مبينا، وفي السنة الثامنة رجع إلى مكة فاتحا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ظل حياته يجاهد في سبيل الله، يقاتل أعداء الله عز وجل، نشر الدعوة في كل مكان، أرسل الرسل، بعث الناس بالكتب، وجه هذه الأمة إلى دينها، علمهم أخلاقهم، كان يقاتل في حنين وهو أكثر من 60 سنة عمره، يقاتل بكل شجاعة وقوة وبطولة، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قاتل في سبيل الله، لم يخش أحدا في الله، كان يعلم أصحابه على القتال وعلى الجهاد، مكث في المدينة 10 سنين من تضحية إلى أخرى، من جهاد إلى آخر، حتى وعد أصحابه بفتح بيت المقدس وبفتح مشارق الأرض ومغاربها، وأسس أمة إسلامية ودولة إلى اليوم بقيت آثارها وبقيت دعوته، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقاتل في سبيل الله وجاهد في الله حق جهاده، حتى لقى ربه عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام كان على كبر سنه يعلم الصغير والكبير، يعلم الجاهل والمتعلم، يجلس مع الوفود حتى من غير المسلمين من أديان شتى، يجلس معهم يعلمهم شؤون دينهم وأمور دينهم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعبد الناس لربه جل وعلا، فقد كان يكثر من الصيام، أما الليل فكان يجعله لله عز وجل، كل ليلة كان يقوم الليل، بل كان أحيانا يتجاوز نصف الليل وأكثره، كما أمره الله عز وجل قم الليل إلا قليلا. دخل عليه بلال يؤذنه بصلاة الفجر يوما، فرآه يقوم الليل ويبكي، يبكي عليه الصلاة والسلام، قال لما كل هذا البكاء؟ قال قد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كان يقرأها عليه الصلاة والسلام ويبكي أكثر الليل. تقول عائشة قام من نومه ليلة فتوضأ فصلى فقرأ قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تقول فظل يبكي حتى سجد وهو يبكي وهو يقول اللهم أمتي أمتي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزهد الناس، ما كان يملك شيئا من الدنيا، بل ما كان يريد أصلا شيئا من الدنيا، كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته نار، كان يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، هكذا كان، بل كان يصوم ولا يجد ما يفطر عليه إلا تمرة أو يحسو حسوات من ماء. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخير الناس لأهله، كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، كان يعفو عن غير المسلمين، كان لا يظلم أحدا ولا يرضى أن يظلم عنده أحد، كان حليما، كان رفيقا، حتى قال الله عز وجل فيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا
تفظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل كان عليه الصلاة والسلام يحرص حتى على الحيوانات، لما رأى طيرا يعبث به نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما رأى قطة وسمع عن قطة حبست قال لأصحابه إن امرأة دخلت النار في قطة حبستها. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، بل نهى الصحابة حتى عن قتل النمل، قال إنها أمة من الأمم تسبح، كيف لا وهو رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان أرحم الخلق بالخلق عليه الصلاة والسلام، كان رحيما، كان رؤوفا. كانت الجارية الصغيرة تمسك بيده فتسير به حيث شاءت لا يردها عليه الصلاة والسلام. يقول خادمه أنس 9 سنوات في بيته ما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ولم يقل لي يوما لشيء لم أفعله لما لم تفعله. يقول والله ما نهرني ولا كهرني 9 سنين، وهكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا. يأتي رجل فيبول في مسجدي فلا ينهره ولا يتكلم عليه بصوت غليظ، بل علمه أن المساجد لم توضع لهذا. فرفع الرجل يديه إلى السماء وهو يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يأتيه رجل فيتله من ثيابه فينظر إليه يقول ماذا تريد؟ قال أعطني من مال الله. فيقول النبي وهو يبتسم لأصحابه أعطوه من بيت المال، أعطوه من بيت المال. هكذا كانت عبادته، وهذا جزء من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. قصص نور قصص قصص نور قصص. حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة 10، سميت حجته بحجة الوداع. كان في الحج يقول لأصحابه خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما رجع من الحج وفي بداية السنة 11 للهجرة أحس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمرض، وازداد فيه المرض واشتد به الصداع، واستأذن أزواجه أن يبيت في بيت زوجته عائشة الصديقة رضي الله عنها، فبات عندها ليالي طوال واشتد المرض به، وكان يقوم يحمل إلى الصلاة. وفي ليلة من الليالي جاءه بلال ليؤذنه بالصلاة، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلى الناس؟ قال لا يا رسول الله إنهم ينتظرونك. ثم قال النبي وقد علته الحرارة والحمى، قال أهريقوا علي ماء، فصبوا عليه ماء، وإذا به صلى الله عليه وآله وسلم يحس بشيء من نشاط فيقوم، فلما قام اشتد المرض به فسقط على الأرض وأغمي عليه، ثم حمل إلى الفراش، ثم قام فقال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله إنهم ينتظرونك. فقال أهريقوا علي ماء، فصبوا عليه ماء لتخف حرارته، ثم قام ليذهب إلى المسجد فلم يستطع فسقط، ثم عاد مرة أخرى إلى الفراش وظل هكذا حتى قال لبلال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فجاء بلال يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس فصلى بهم، ولأول مرة يصلي رجل آخر بالصحابة والرسول موجود. حزنت المدينة كلها، اشتد الهم بالناس جميعا، كيف لا يأتي إلينا حبيبنا نبينا ليصلي بنا الصلوات؟ صلاة الفجر هكذا، صلاة الظهر هكذا، ظل 3 أيام في الفراش لا يستطيع أن يصلي بالناس، حتى أحس بنشاط في يوم من الأيام فقام عليه الصلاة والسلام وخطب بالناس وصلى بهم، ثم قال إن الله عز وجل خير عبدا بين هذه الدنيا وزهرتها وبين ما عنده، فاختار العبد ما عند الله عز وجل، ولم يخبرهم أنه هو. فإذا بأبي بكر يبكي بين الناس، يبكي لأنه علم أنه نعي
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الصلاة التي بعدها لم يستطع أن يخرج إليهم، فانتشر الحزن بين الناس وعلاهم الهم والغم. حبيبنا مريض، نبينا الذي كان يقوم يجاهد معنا، يقاتل معنا، يعلمنا ديننا، يربينا، يذكرنا، الآن هو مريض. في اليوم الأخير نادى آل بيته فاطمة رضي الله عنها ابنته فلذة كبده، وآل بيته يوصيهم يذكرهم. بكت عليه فاطمة وهي تقول: وأكرب أبتاه، وأكرب أبتاه. فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم. ولما جاء الضحى كان لوحده مع عائشة، وضعته بين سحرها ونحرها، ثم قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم توفي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتشر الخبر بالمدينة والناس بين مصدق ومكذب. أما عمر فهدد الناس: من قال أنه مات لأضربنه بالسيف. ثم جاء أبو بكر ودخل عليه وكشف الغطاء عن وجهه ورآه ميتا فقبله بين عينيه، ثم خرج إلى الناس وقال لهم: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفن بعد يومين، وإذا بفاطمة تقول للذين دفنوه: كيف طاوعتكم قلوبكم أن تحث التراب على وجه رسول الله؟ يقول أنس: لما قدم النبي المدينة أنار في المدينة كل شيء، ولما مات أظلم في المدينة كل شيء. وهكذا طويت آخر صفحة من صفحات قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، توفي حاله كحال جميع الرسل. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. حتى نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور وقصص حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر، نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني.